تفعيل التكامل الاقتصادي بين دول حوض النيل يمثل مطلبا ملحا في الفترة الحالية لخدمة مصالح شعوب 11 بلدا يربطهم شريان مائي واحد. هذا هو الهدف الرئيس لمؤتمر التكامل الاقتصادي الثاني بين دول حوض النيل والمقرر عقده بالقاهرة يومي 28 و29 من أكتوبر الجاري. فرغم وجود اتفاقيات اقتصادية بين دول حوض النيل، إلا أن تلك الاتفاقيات لم تحقق التكامل الاقتصادي المنشود، حيث اقتصرت فقط على مبادلة البضائع والسلع كما يحدث بين دول الكوميسا السوق الإفريقية المشتركة. المتابع لطبيعة العلاقات بين دول حوض النيل يعرف جيدا أن ضعف التكامل الاقتصادي بينها كان هو السبب الرئيسي في ظهور التوترات بينها، بعد أن تجرأت دول المنبع إثيوبيا، كينيا، أوغندا، تنزانيا، بوروندي ورواندا ووقعت اتفاقية فيما بينها من دون دولتي المصب مصر والسودان في أن يكون لهم الحق في إقامة مشروعات على النيل من دون الرجوع إليهما. الحقيقة أن إهمال دول شمال حوض النيل لدول الجنوب خلال السنوات الماضية أسهم بقدر كبير في عدم تحقيق التكامل الاقتصادي بينها على النحو المطلوب. لكن بعد ثورتي 25 من يناير و30 من يونيو أصبح تعزيز العلاقات مع جميع دول حوض النيل أولوية رئيسة في توجهات السياسة الخارجية المصرية. وبالفعل هناك ما يقرب من 12 مليار دولار هي استثمارات مصرية في إفريقيا، منها 8 مليارات دولار في السودان، ومعظم الاستثمارات تتركز في النقل ومشروعات الطاقة والبنية التحتية والاستثمار العقاري. لكن ما هو المطلوب لتفعيل التكامل الاقتصادي بين دول حوض النيل بما يخدم شعوبها ويحقق لها التنمية والرخاء؟ سؤال ننتظر إجابته من أصحاب الشأن. أستأذن ضيفي الجليلين اللذين يشرفان هذه الحلقة وهذا البرنامج وهذه القناة، الأستاذ المفكر العربي المرموق الصادق المهدي، والحقيقة ده هو الوصف الذي أفضله أنا لكم يا سيدي الحقيقة، لأنه السياسة تذهب وتروح، مناصب السياسية تذهب وتروح. أنت رئيس وزراء من قبل وزعيم سياسي سوداني كبير، لكن هذا لا يأتي بالنسبة لي في المرتبة الأولى كونكم كمفكر سياسي عربي لديه القدرة على الاستشراف، وهذا سنثبته الآن بعد قليل. الحقيقة هو ما يمنحكم القيمة التي تجعلنا نشعر بالشرف لأنكم معنا الآن سيد صادق، نورنا. الله يبارك فيك. وكذا سعادة الدكتور شريف الخريبي، وهو الرئيس التنفيذي للمؤتمر الدولي للتكامل الاقتصادي بين دول حوض النيل. وأنا قلت له إيه المؤتمر ده، بين حكومات ولا بين شعوب ومنظمات أهلية؟ قال لي رجال أعمال ومنظمات أهلية وشعوب. قلت له يبقى إن شاء الله يفلح بإذن الله. أنت نورنا يا دكتور، الله يحفظك. أهلا سعادتك. أهلا بك. أنا سأستأذنهما مشاهدي الكرام لأبدأ بثلاثة أخبار عاجلة. وإحنا أنتوا عارفين إحنا في سياق إيه دلوقتي، إحنا في سياق الوجيعة الكبيرة، وجيعة الأعمال الإرهابية المتلاحقة التي تودي بزهرة شبابنا. وقلت لكم زهرة الشباب دول مين هم؟ مين هم؟ أولاد أمنة، أولاد خديجة، الغلابة اللي بيتغزوا في ضلوعهم من أمهم عشان يروحوا يصلوا الفجر حاضر، هم دول اللي الإرهاب بيقتلهم خدمة للدين، الدين بين قوسين. مصيبة كبيرة الحقيقة. الأمين شرطة استشهد برصاص مجهولين في أبو كبير في الشرقية، ثلاثة آخرون من أفراد القوات المسلحة استشهدوا في عملية إرهابية برضو في الشيخ زويد، ولا مش عارف دول بقايا نفس العملية الإرهابية الأولانية، عملية جديدة، ثلاثة كمان في عملية جديدة.
الأخبار دي تروح بقى أكيد راحت لاجتماع مجلس الدفاع الوطني الذي سيرأسه رئيس الجمهورية بعد حوالي ربع ساعة، سبعة ونص يعني، هيرأسه في تمانية ونص، طيب تمانية ونص، ساعة وربع، ساعة هيرأسه تمانية بعد ساعة وربع إن شاء الله، وذلك بحسب المتحدث باسم الرئاسة السفير علاء يوسف. الأخبار دي رايحة لهم عشان نشوف هيطلع إيه بقى، هيطلع إيه. وأنا هبتدي مع الصادق المهدي عشان أقول له إيه، أقول له أنك كتبت منذ ربع قرن كتابا تحديات التسعينات يا سيد صادق. استشرف في الكتاب ده كل اللي بيحصل دلوقتي، كله من أوله لآخره، لكن الكتاب لم يقرأ على نطاق واسع، وده مدهش جدا يعني. الحقيقة إحنا عندنا رجال زي الصادق المهدي، الواحد منهم يقوم مقام ثينك تانك أمريكاني، مركز أبحاث أمريكاني، ويطلعوا شغلهم ويقعدوا يفكروا ويطلعوا شو، ما بنقراش. سيد صادق أجمل لنا الفكرة التي بني عليها الكتاب أرجوك. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يا أخي أنا لابد أن أعزيك وأعزي أهلنا في مصر على هذه النكبة التي راح ضحيتها أبرياء في حرب غير متكافئة وغادرة، وأنا أسمي هؤلاء الآن يمارسون ما هو لا وصف له إلا التتار الجدد، تتارية جديدة، قطاع خاص. وللأسف الشديد ضحايا هذه التتارية هؤلاء الشهداء، نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الرحمة وللجرحى الشفاء ولأسرهم حسن العزاء، وكذلك لأسرتهم الكبيرة مصر وأمتهم كلها. أنا متأسف جدا أن تكون هذه المناسبة في هذا الظرف، ولكن أرجو أن تتقبلوا. بالعكس سيد صادق، الإنصات إلى صوتك ضروري من الآن، تتقبلوا عزاءنا. الكتاب أصلا تحدث عن أن المرحلة الماضية كانت مواجهة بين الشرق والغرب، المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي، وأنه بعد انهيار حائط برلين ستتحول النزاعات أو المواجهة إلى مواجهة بين الجنوب والشمال، وأنه ما لم تكون قيادة الجنوب في أيدي مستنيرة تستطيع أن تعالج القضايا في التنمية وفي العدالة الاجتماعية وفي الحكم الراشد، وكذلك في الغرب أن تكون التيارات الحقيقية المسيطرة على الغرب هي تيارات مستنيرة، فيتحالف هؤلاء جميعا لبناء عالم أعدل وأفضل. الذي سيحدث هو أن ستتحول تيارات الغضب في منطقة الجنوب إلى ما سميته أسلحة الضرار الشامل. أسلحة الضرار الشامل، وهذه الأسلحة فيها الإرهاب وفيها الهجرة غير القانونية وفيها كل الأشياء التي تحدث الآن. تتحول تيارات كثيرة في منطقتنا إلى تيارات تمارس الإرهاب على نطاق واسع. وهذا حضرتك حتى ذكرت أنه الانفجار السكاني جزء من أسلحة الضرار هذه. نعم الانفجار السكاني والمسألة الصحية، القنبلة الصحية والقنبلة السكانية، وأن هذه القنابل كلها ستكون جزءا من أسلحة الضرار الشامل. هذا إذا كان في الغرب قد سادت أفكار الاستعلاء والاحتلال والاستغلال، استغلال العالم الآخر. فإذا ساد في الغرب كما حدث فعلا التيارات المنكفئة العدوانية المتسلطة، هذا من شأنه أن يشجع في بلداننا التيارات صاحبة الضرار الشامل. ده من ربع قرن يعني. نعم يا دكتور. وأن هذا للأسف
سيقود الإنسانية إلى فترة ظلامية جديدة. الكتاب ده نجيبه منين يا دكتور صادق؟ نعطيك من نسخ. نعم ده لابد أن يقرأ. تحديات التسعينيات. لابد أن يقرأ. أنا هرجع لحضرتك وأشوف إذا كنت قد طرحت طرقا للتعامل، لأنه السيناريو الآخر يتحقق بحذافيره. أنت حضرتك طرحت طرق للتعامل، يسعدني أن أنا أعرف أو حتى رؤيتك الآن بعد أن تحققت نبوءتك، كيف يمكننا أن نتعامل مع وضع متفجر من هذا النوع. لكن أروح للدكتور الخريبي. دكتور، يثلج صدورنا أنه في ناس الحقيقة تقوم بالمبادرة، لا تترك الحكومات وحدها معكوكة في عكة وادي النيل. دعنا نعترف أنها عكة. وفي لا صحيح صحيح نعم والله، وفي قدر كبير جدا من سوء التفاهم ومن الحقائق التاريخية المريرة الموجودة على امتداد حوض النيل. يروح لما الشعوب بقى ورجال الأعمال والقطاع الخاص والمنظمات المدنية تتحرك، تصفي النفوس وتجعل العمل متحررا من قيود حكومية الحقيقة هي اللي ودتنا في داهية، هي اللي خلتنا في اللحظة اللي احنا فيها دي. فهذا أمر يسرنا كثيرا. قل لي سعادتك، أهدافكم إيه من مؤتمر التكامل الاقتصادي ده، وكيف يمكنكم أن تضغطوا على الحكومات لتحقيق تصوراتكم النبيلة؟ هو الحقيقة دي طبعا الدورة الثانية، الدورة الأولى كانت السنة اللي فاتت، وبرضو حظيت بحضور سماحة الإمام وبالسيد عمرو موسى اللي هو رئيس المؤتمر في هذه الدورة، والسيد صادق هو رئيس مجلس الأمناء. نعم. الدائم. الفكرة باختصار زي ما قلت سيادتك نبعت من اتفاق شرم الشيخ اللي بقى اسمه اتفاق عنتيبة. والعبد الله بيشتغل في منطقة حوض النيل بقى 20 سنة تقريبا، وليه مجموعة من الأصدقاء ورجال الأعمال وبنتدارس، وبعدين السيد الإمام اللي يعتبر معلمي في هذه الأمور كان لي أفكار زي ما سيادتك قلت، توقعاته زي عنده كمان تصورات لمنطقة تحويل حوض أو نهر النيل أن يكون مصدر للتنمية الشاملة لكل دول حوض النيل. وابتدأت هذه التصورات أنه هو يمكن بيترجمها السنة دي في المؤتمر، أن هو بيقترح أن احنا يبقى في كيان زي منظمة تجمع حوض النيل على مستوى الشعوب، منظمة أهلية. فالمهم المؤتمر السنة اللي فاتت الحقيقة احنا ركزنا على 3 حاجات، الاستثمار والتجارة والقوانين اللي احنا بنطالب الحكومات ان هي تسنها لتيسير الحركة. ما هو مرتبط برجال الاعمال تم تنفيذه 100%. اللي هو ايه سعادتك؟ احنا مجموعة من المشروعات الحمد لله بقت على ارض الواقع. البوابة الالكترونية اللي هي البورتال دول حوض النيل تم انشائها وهيتعمل لها لونشنج خلال شهر تقريبا. مجموعة من الافكار بالنسبة لعملية اللوجيستكس والكلام ده كل ده تم تنفيذه تقريبا. ما لم يتم تنفيذه واحنا السنة اللي فاتت والسنة دي هنطالب الحكومات بان هي تجعل الحدود مفتوحة بين دول حوض النيل. بمعنى ان انا لازم يبقى في مفيش تأشير، الغاء التأشير. وانا بناشد الحكومة المصرية. لكن بين قوسين يا دكتور، والسؤال ايضا موجه للسيد الصادق، ألا تخشون من كثافة هجرة من الجنوب إلى الشمال؟ وده الوضع، ده جزء من نبوءاتك يا سيدي. نعم. يعني إذا تحقق ذلك وألغيت التأشيرات، ما هو أنت هتحصل عندك نوبة هجرة كبيرة. هقول لحضرتك بعد إذن سماحة الإمام، أنا بنظر لها زي نظرية الأوان المستطرقة. أيفا. يعني إحنا لا نقارن أنفسنا بالدول الأوروبية. احنا النهاردة مصر عندها قوة بشرية هائلة، والاخوة في حوض النيل يعلمون ذلك. اللي حضرتك بتقوله ده هم اللي بيخشوه، لان النهاردة لو عرفنا ان السودان الشمالي لوحده عنده ما يقرب من 180 مليون فدان صالحين للزراعة، وعدد سكان السودان الشمالي ما يقرب من 30 مليون، وبالتالي 30 مليون مستحيل هيعرفوا. فهما الفكرة عندهم ان لا، ومع ذلك السودان قامت بمبادرة من حوالي 10 سنين تقريبا اللي هي الحريات الأربعة. فهو النهاردة ما عادش، النهاردة في أوروبا الاتحاد الأوروبي لما اتعمل
وفتحوا دخلوا كل دول. كانت نفس المخاوف دي موجودة العلم وما حصلش حاجة خالص على الإطلاق. ليه؟ هو اللي حصل إن رؤوس الأموال أصبحت تتحرك بحرية. لا أنا أقول لحضرتك كمان الحاكم إيه في الاتحاد الأوروبي، إنه في حد أدنى للأجور، فالحد الأدنى للأجور اللي موجود في اليونان هو نفسه اللي موجود في بريطانيا وفي ألمانيا، فمفيش حد أدنى للأجور في دول حوض النيل. هو احنا عايز انا عايز اقول ان يمكن نجاح تجربة الاتحاد الأوروبي اللي نفسنا تحصل في حوض النيل هي بان في حاجة المخاوف بان الأوروبا الشرقية اللي هم كانوا جاهلة وحكم شيوعي ومفيش تنمية، وان هم حيروحوا على أوروبا الغربية. الكلام ده ما حصلش، بل بالعكس أوروبا الغربية اللي استثمرت في أوروبا الشرقية وأوجدت مجموعة من المشروعات اللي حلت مشاكل أوروبا الشرقية، ثم بعد ذلك ابتدى جزء من أوروبا الغربية هو اللي يهاجر لأوروبا الشرقية. نفس الوضع بالنسبة لنا احنا. لو بصينا لدول حوض النيل هنلاقي ان في كتلة سكانية هائلة في مصر مع محدودية الإمكانيات لتشغيل هذه الكتلة، وفي إمكانيات طبيعية واستثمارية وخلافه هائلة موجودة في باقي دول الحوض، وليس لديهم الكتلة السكانية. حضرتك بتقول لنا انه الوضع في دول حوض النيل مقلوب، العكس، الشمال هو اللي هيهاجر الجنوب. مش هيهاجر، هنقول نتكامل. بمعنى احنا النهاردة عندنا الخبرة، عندنا الامكانيات، عندنا التجربة الصناعية المتميزة، عندنا مجموعة من المشروعات اللي بنفق، عندنا التجربة التنموية اكبر بكثير من باقي دول حوض النيل. فلو قلنا ان العمل او التلاقي الاقتصادي عبارة عن استثمار وعبارة عن تجارة صادرات واردات، هنلاقي ان مصر مؤهلة ان هي تسد جزء كبير من واردات دول حوض النيل، وبالتالي هنزود صادراتنا، وبالتالي هنزود العائد من العملة، وبالتالي هتزيد الاستثمارات وهكذا. في المقابل دول حوض النيل عندها امكانيات هائلة لعمل مشروعات في السودان، مشروعات زراعية وانتاج حيواني، في مشروع في تعدين في البترول في البنية الأساسية، ونفس الشيء ستجده في أوغندا وكينيا ورواندا وتنزانيا وإثيوبيا. مصر عندها شركات المقاولات التي تستطيع أن تقوم بكل هذه المشروعات، عندها مجموعة كبيرة من رؤوس الأموال ورجال الأعمال ويد عاملة رخيصة وده اللي حصل في السودان. يعني احنا في التجربة اللي هي من 2006 لغاية الفترة بتاعت الحكم البائد اللي هو الدكتور اسمه ايه ده مرسي، كان دخل حوالي 600,000 شاب مصري يعملون في السودان، زائد ان الاستثمارات المصرية المباشرة في السودان حوالي 8 مليار وفي مجالات متعددة. فحكاية الخوف من الهجرة كان زمان يقولوا الخوف من الارهاب. الارهاب احنا عرفنا دلوقتي منين، فين بيجي الارهاب، وعرفنا مصادر الارهاب تيجي منين. عمر ما الارهاب بيجي من الشعوب، اغلب شعوب كل شعوب دول حوض النيل يتميزون بالسماحة وبالطيبة وبالاخلاق، ما فيش نوع من التطرف، قبول الاخر موجود. لك سيادتك ان تعلم ان في هذه الدول زي ما في مسلمين في مسيحيين فيه وسائل، انا متاسف في الذي انا اللي هو الديانات الافريقيه القديمه. ايوه، وليه متاسف؟ ده حقه وكل حقه. يعيش بسلام. لا انا اقصد يعني الكل يعيش بسلام ووئام بدون تدخل، ولا تذكر هذه العمليه على الاطلاق. الحقيقه ما شوف حضرتك، الصوره اللي حضرتك بترسمها دي صوره جميله، اتمنى تكون واقعيه، بس هي مش واقعيه، لانه السودان مزق على هذا الاساس. يعني السودان مزق على اساس عدم قبول الاخر. ولا ايه؟ نسمع كلام الدكتور صادق المهدي، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا نتمنى ان يكون يعني قبول الاخر ده في خلاصه عليك، في خلاصه بسيطه. مشكله السودان التي ادت وتؤدي الى تشظيه هي وجود قياده ذات ايديولوجيه منكفئه تريد أن تطبق هذه الأيديولوجية المنكفئة على مجتمع متعدد الأديان، متعدد الثقافات، متعدد الإثنيات. هذا الذي أدى بالفعل ويؤدي إلى مزيد من التشظي. لم تكن هناك أصلاً. بتكلم عن قيادات التاريخية للسودان ولا عن البشير؟ أنا بتكلم شوف، في السودان في عاملان أديا إلى الانفصال. العامل الأول الحكم
الاستعماري أو الإمبريالي، لأنه الحكم الإمبريالي خطط للمواطنين السودانيين أن يعيشوا أبارثايد، فصل عنصري بين الشمال والجنوب. أخذ هذا الفصل العنصري شكلا قانونيا لمدة دولة الاحتلال، ده بذر البذرة. نحن في الشمال صحيح أعتقد عموما أخطأنا في عدم إدراك ضرورة إدارة التنوع. أيوة. هذه الغفلة كانت في أسوأ أحوالها في أثناء النظم الاستبدادية. النظم الاستبدادية. طب بين قوسين برضو دكتور صادق، أنت بتصنف النظام الحالي؟ ما أنا جايك للنظام الحالي من ضمن ال. أيوة أنا جايك للنظام الحالي. لا قول لي بس التصنيف. أيوة من النظم الاستبدادية أكثرها استبدادا. أصل عندنا ثلاث نظم استبدادية، واحد بقيادة الفريق إبراهيم عبود، ثم بقيادة السيد جعفر محمد نميري، ثم الحالي. نعم. هذه النظم في الوضع الحالي أسوأها وأكثرها منهجية في رفض الآخر هو النظام الحالي. ولولا النظام الحالي بأيديولوجيته الطاردة للآخر لما أجمع الجنوبيون على المطالبة بتقرير المصير. أجمعوا على المطالبة بتقرير المصير ثم صوتوا لتقرير المصير، لأنهم يعتبرون أن أيديولوجية هذا النظام ستجعلهم مواطنين من الدرجة الثالثة، ولذلك رفضوا هذا الوضع. على كل حال، ما في شك أن الذي يحدث في السودان هو الإخفاق في إدارة التنوع الذي بلغ أقصاه في هذا النظام الذي اتخذ نهجا إقصائيا للآخر، ليس الآخر الديني ولكن الآخر المذهبي والآخر السياسي والآخر الفكري والآخر العرقي والآخر العرقي وهكذا. فهذا النظام لا شك أنه، أنا كتبت أخيرا كتاب سميته الهوية السودانية بين التسبيك والتفكيك. واعتبرت أن سياسة هذا النظام. نجيب كتبك منين يا دكتور؟ موجودة. والله أصله شوف، إحنا بنقعد نقول ما عندناش مراكز أبحاث زي أمريكا، زي عندنا ناس زي الراجل ده وما بنقرأهمش، ما بنقرأهمش. أيوة معلش. بينشروا في مصر؟ طيب. أيوة نعم. بيوزعوا في مصر. أنا أغلب كتبي هذه يعني مطبوعة هنا، مطبعة الشروق، مطبعة جزيرة الورد، هؤلاء جميعا طبعوا لي، ولكن نحن في أمس الحاجة لقراءة. نعم. من أهم النقاط التي كتبت فيها وأعتقد أنها كانت أيضا من القراءات المستقبلية كتابي مياه النيل. لأنني في عام 98 التقيت المرحوم رئيس وزراء إثيوبيا السيد ملي الزناوي، قال لي كلام أفزعني، وهو أننا سيأتي يوم نتصرف في مياه النيل دون موافقة، لأننا نشعر بأن الأطراف الأخرى لا تريد أن تبحث معنا المستقبل. بعد أسبوع قابلت الرئيس السابق محمد حسني مبارك، قال لي من يمد يده للنيل سنقطعها. هذه جملته الشهيرة. أيوة. أنا بعد هذه اللقاءات خرجت وحاولت أن أتخصص في موضوع النيل بصورة كبيرة، وكتبت كتابي مياه النيل الوعد والوعيد. الوعد والوعيد، إذا كنا قد اتفقنا سنستطيع أن نزيد دفق مياه النيل، سنستطيع أن نستفيد من إثيوبيا كمنتج أكبر للمياه، السودان وما فيه من أرض صالحة للزراعة، مصر كمستهلك أكبر وذات رأس مال بشري كبير. وذكرت أن هذه المعادلة كذلك فيها أن دول النيل المنابع عندها استعداد أن توفر كهرومائية تستطيع أن تمد كل المنطقة، تصدر للمنطقة كلها.
كهرباء زهيدة. كل ده بقى ما يحصلش بعنجهية أقطع هذا. أيوة. وبعدين قلت قلت إننا نستطيع أن نحقق مصلحة مشتركة وين وين بالنسبة لهذا الموضوع إذا اتبعنا 1-2-3 أو إذا اتخذنا خطا آخر سندمر فرصنا كلها. لأن النيل وحدة مائية وهو وحدة سيادية، وفي النهاية الكلام اللي بيتكلم عنه الدكتور شريف أنه نستطيع أن نكتب كلام في الورق عن المصلحة المشتركة، وحتى نكتب نعمل اتفاقيات، لكن الذي يمكن أن يجعل هذه الاتفاقيات جزءا من الواقع هو المصلحة المشتركة في الاقتصاد، في التكامل الزراعي، في المسألة المتعلقة بالعلاقات الثقافية وهكذا. ولذلك كنت وما زلت أقترح أنه لازم يكون عندنا ما نسميه ميثاق إفريقيا للقرن 21. حضرتك كتبت الكتاب ده إمتى؟ ده سنة 1999. أنت حضرتك عارف بيت الشعر العربي الشهير: محطهم ونصحي بمنعرج الليل، نعم، فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد. إلا ضحى الغد، إحنا في ضحى الغد ما أنت يا رجل. فبعدين 15-16 سنة كتب الكلام، كتب ومحدش بيقرأ ومحدش بينتبه، تمام، وبيفضل مع هقطع له إيده عن جهية هقطع له إيده لغاية ما تخرب الحكاية، تمام. فالنقطة المهمة أن هذه القراءة تعني الآن يجب أن نتفق ولا نتخذ مواقف أبدا فردية في هذا الموضوع على أساس لا ضرر ولا ضرار. أيوه. وأن نتفق كما قلت ميثاق حوض النيل القرن 21، وفيه الأفكار التي تحدث عنها الدكتور شريف، وهي العمل الاقتصادي والتكامل الاقتصادي كذلك الحكومات تقوم بدور تعمل ضمانات للاستثمار وتعمل استثمار في البنية التحتية عشان المواصلات والاتصالات إلى آخره. يعني ده جانب. الجانب المهم يقوم به رجال الأعمال المستثمرون، لأنه في الحقيقة من بنى الاقتصاد في الغرب هم القطاع الخاص، لأنهم عندهم القدرة على التنافس والقدرة على الابتكار. سكة الحديد التي ربطت بين دول الاتحاد الأوروبي في نهايات القرن الماضي، في أوائل القرن الماضي ونهايات القرن اللي قبله، كانت سكة حديد قطاع خاص، تمام. المهم بينقلوا فيها الفحم وبينقلوا فيها الحديد وبينقلوا فيها، هم أقدر على صنع هذا الواقع. بالإضافة إلى ده أنا مقترح أنه الآن نكون ما نسميه أسرة حوض النيل. أيوة. لمعالجة الجوانب الثقافية والاجتماعية، وأن يكون لها مركز يتفق عليه، وأن تكون لها أفرع في كل دول حوض النيل حتى نتمكن من خلق تبادل الأذواق الثقافية، الأنشطة الثقافية. لأنه ما في شك نحن الآن في السودان وأنتم هنا في مصر، حقيقة يجب أن نعترف بأننا اتجهنا شمالا وشرقا وغربا وليس جنوبا في هذه الجوانب، وعدنا بخفي حنين، وده على أي حال ده مهم، لكن يجب أن يتوازن مع خفاح حنين مهمين جدا. أيوة. لكن يجب أن يتوازن مع الاتجاه جنوبا، وده عندنا له مقومات كثيرة. أغلبية العرب في أفريقيا طبعا، أغلبية المسلمين مياهنا من أفريقيا، أيوة، في أفريقيا جنوب الصحراء. هناك لغات كثيرة جدا مشتركة، حتى يعني التجرينية والأمهرينية والهوسة، هذه لغات مع اللغة العربية في الأسرة اللغوية الأفرو الآسيوية الأوروبية. كذلك هنالك المسيحية الوطنية تجمع ما بين مصر والسودان وإثيوبيا وإريتريا القبطية. كذلك هنالك عوامل من الكلام على أنه الثقافة الحضارة المصرية ذات أصول أفريقية طبعا. كذلك هنالك حضارة كوش السودانية اللي منها كان الأسرة 25 في الحضارة المصرية. يعني في عوامل كثيرة مهملة، لا بد أن نستنهض هذه العوامل لنعزز وجود عوامل قوية جدا
تجمع بيننا في حوض النيل وبيننا في أفريقيا جنوب الصحراء. بوجود رجل من هذا الطراز يدعو هذه الدعوة النبيلة، الحكومات تتقبل؟ يعني جسستم نبض الحكومات في دول حوض النيل، كان في قبول؟ هو اسمح لي لان انا اتسألت السؤال ده في احد المقابلات في قناة اخرى، خلينا نتكلم عن الحكومات بعد المؤتمر بعد اذن حضرتك يعني خلي المؤتمر ان شاء الله. احنا الحمد لله واجدين قبول على اعلى مستوى من رجال الاعمال، من المنظمات الاهلية، من الشعوب، وللأمانة أيضا طموح السيد الصادق المهدي الحقيقة يتضمن أيضا دورا ملقا على عواتق الحكومات. ما ينفعش الناس لوحدهم، ما ينفعش يعملوا ينفذوا الطموح الهائل. بس يعني هو للأمانة برضو بعض رجال الحكومة، لكن خلينا نتكلم عن هذا بعد المؤتمر، لأن أنا دايما بحب إن شاء الله بإذن الله المؤتمر ينجح، وبوجود قامة زي السيد الصادق المهدي بأفكارها اللي احنا ماشيين في ضوءها، ومع وجود السيد عمرو موسى، ومع وجود صديقان انتما يا سيدي على طبعا مدرسة واحدة، هم يعني هم الاثنين ما شاء الله يعني. فأنا بتخيل ان شاء الله بإذن الله بحسن النية وبالإخلاص وبناء على ما حدث في الدورة الأولى، أعتقد إن شاء الله يعني الميثاق الذي تطرق إليه السيد الصادق المهدي، ميثاق من يوقعه؟ من يلزم نفسه به؟ حكومة، ما هو لازم حكومة. لا احنا على مستوى رجال الاعمال كمان بنحاول ان احنا نعمل ميثاق شرف للاعمال داخل دول الحكومة. لا ميثاق وادي النيل اللي بيتكلم عنه ده طبعا ده الامل، ده لابد ان تكون هناك ممثلون للحكومات لكي يوقعوا عليه ويلزموا دولهم به يا سيدي. من اوغندا وتنزانيا وصولا للقاهرة والخرطوم. ما نحن ممكن نكون مجموعة لوبي لكي نقنع الحكومات، وكذلك لكي تستجيب القنوات صاحبة القرار لهذه الأفكار، لأنه في النهاية صحيح لا بد أن يكون هناك تكون هناك إرادة رسمية شعبية. صحيح بدون شك. هو يمكن فكرة أسرة حوض النيل السيد اللي ما متكلم عنها هي دي اللي هتكون البداية، وحنعلن عن تأسيسها في المؤتمر إن شاء الله. متى يكون إن شاء الله؟ 28 و29 أكتوبر في قاعة السرايا فندق ست ستارز انتركونتيننتال. أي فندق ده أصبح وشيك يعني. خلاص الثلاث والأربع الجايين إن شاء الله. زي ما قلت حيك الفكرة يعني أنا بحب ننظر أمور بشكل إيجابي. أي بالرغم أن طبعا إحنا كلنا موجوعين بما حدث النهاردة، لكن خلينا نقول برضو، ودي رسالة من رجال الأعمال عبد الله واحد منهم، أن كل هذه الأعمال لن تثنينا عن قراراتنا بأن احنا بإذن الله سنواصل التنمية في مصر، واحنا عارفين أن كل ده إلى زوال. هو واحد بيغرق وبيحاول يتعلق بأشياء فما لقيش الأشياء، فاحنا دلوقتي عمال يقب ويغطس بالبلدي كده، ففي الآخر حيغطس إن شاء الله بإذن الله. بالنسبة للمؤتمر حضرتك، احنا بنحاول ان بيكون عبارة عن ثلاث امور اقتصادية، امور اجتماعية، وامور ثقافية. الامور الاقتصادية في شكل مشروعات مشتركة وفي شكل تبادل تجاري، كل الدول ممثلة يا سيدي، كل الدول ممثلة. ومن خلال وغير المؤتمر احنا عاملين زي معرض جناح لكل دولة بتعرض فيه فرص الاستثمار والتجارة الموجودة لتسهيل الأمر لرجال الأعمال الحاضرين ان هم يشوفوا الإمكانيات بتاعت كل دولة. طبعا أيضا من ضمن نظامنا أو تقاليد هذا المؤتمر ان احنا بنكرم كل سنة شخصية العام ودولة العام. السنة اللي فاتت كرمنا السيد الرئيس الوزراء الراحل السيد ميلي الزيناوي رئيس وزراء أثيوبيا، وكرمنا دولة جنوب السودان باعتبارها الدولة الحديثة في المجموعة. السنة دي بنكرم السيد الرئيس يوري موسيفين رئيس أوغندا بصفته عميد رؤساء دول حوض النيل. حكاية عميد دي محتاجة تأمل برضه. لا مش عارف العمادة، مع احترامنا العميق لأصدقائنا وأهلنا في أوغندا، العمادة دي حاجة مشرفة في الرئاسة ولا مش عايزين نزعل حد؟ لا أنا هقول لحضرتك، لأن أنا كان لي الشرف إن أنا عشت في أوغندا من 94 ل 2001 وما زلت لي علاقات واتصالات. الحقيقة يعني يمكن هناك فرق بين الديكتاتورية وهناك فرق بين الزعامة التي تؤدي إلى استقرار المجتمع وتنمية شاملة. يمكن الرئيس موسيفيني من النوع الثاني،
وقد يكون ان هو موجود حقيقه يعني برغبه شعبيه ولا انا ماليش دعوه بالسياسه احنا بنتكلم عن الاقتصاد. السياسه لها رجلها لها رجالها. الحاجه الثانيه اللي هي الامور هنكرم كمان دوله تنزانيا السنه دي لان الحقيقه هذه الدوله المتميزه كانت بتعيش في غياهب التخلف لفتره طويله. الفترة الأخرانية بنتكلم في سنتين ثلاثة أخرانيين حصل تطور حقيقي ملموس سواء في تطوير الموارد أو في عمل البنية الأساسية. كانت كلمة السر في إيه سعادتك؟ تغيير الحكومة. تعرف ده خليني بقى أسأل الصادق المهدي إيه؟ لماذا تزمن عللنا رغم أننا نعرف دواءها يا سيدي؟ أنت فاهم أنا أقصد إيه؟ نعم. ببساطة كل هذه مظاهر تسنين دي طولت قوي ما يعني المهم هي مثلا تدريس حتى شوف أوروبا خدت كم قرن عشان تنضج. النظام الرأسمالي أخذ كم قرن. النظام السياسي الاقتصادي العلاقة بين الدين والدولة كم حرب خاضوها ضد بعضهم بعضا في مسائل مذهبية. حرب المية عام حرب الثلاثين عام بروتستانت والكاثوليك نعم كذلك مش ما في شك دخلوا في ايديولوجيات قتلوا فيها بعضهم بعضا النازية والشيوعية وغيرها يعني قتلوا بعضهم بعضا بصورة كبيرة. أنا أعتقد أن هذه الدماء في النهاية أدت إلى أنهم الآن في رأي يستمتعون بحكومات راشدة دول الرفاه نعم واقتصاديات قادرة يعني أنا في رأيي مثلا دول شمال أوروبا هذه دول تكفل العدالة الاجتماعية وتكفل الإخاء الاجتماعي وهكذا يعني هم بعد صراع طويل وصلوا. نحن الآن في هذا الصراع وفي رأيي محتاجون الآن أولا نستفيد من تجربتهم لأنه لا نكرر اكتشاف العجل ونقول هنالك إنجازات ينبغي أن نستصحبها. أيوة. وفي رأيي ما يحدث الآن من تفاعلات كله سيفضي في النهاية إلى نضج. حجر العثرة الأساسي كما يقول الكثيرون يا سيدي وخصوصا هؤلاء الذين تفجعهم فظائع الإرهاب وداعش وغيرها هو فهم بعضنا للدين في رأيك؟ نعم لا شك أبدا الفهم الذي اندفع فيه هؤلاء الإرهابيون هو فهم موجود في نظرة خاطئة للجهاد. نحن كمسلمين نعلم أن الإسلام فيه ثوابت ومتحركات. الثوابت هذه في العبادات والشعائر. أما المسائل المتعلقة بالحكم والاقتصاد هذه متحركات لا يمكن إذا جعلتها ثابتة أنت تقفل الباب أمام التطور. فنظرة منكفئة تقيس المتحركات. طلعت حلوه بالسوداني تقيس والله تفضل. طيب قياس المتحركات بالثوابت هذا خطا. الخطا الثاني الفهم الخاطئ للجهاد. أيوة. الجهاد هذا هو دفاعي. القتال في الاسلام دفاعي وما عدا القتال هناك كل بذل للجهد في سبيل الحق جهاد. للاسف هم يعتقدون إن الجهاد علته القتال في الإسلام علته الخلاف في العقيدة. وهذا خطأ. علة الجهاد القتال في الإسلام هو العدوان. ثم يقول علته لكي يتضح الأمر لمشاهدينا الكرام علته يعني الدافع إليه الدافع إليه العدوان وليس الاختلاف في الرأي ولا في العقيدة. النقطة الثانية يستبيحون دم من يجعلونه هدفا للقتال. فهذا التفكير نظريا فتوى زي ما قال أحمد مطر القاتل
من أفتى بالقتل وليس المستفتي. فهؤلاء أفتوا بالقتل. أنت بتدهشني لأنك أنت على وزنك الفكري والسياسي هذا تستشهد بالشعر الحديث وخصوصا بشعر مشاغب زي أحمد مرحب. أيوة مدهش. المهم فللأسف المدرسة دي صارت حاضنة، لكن الذي فعل هذه الحركات حقيقة النفوذ الأجنبي. لا شك أبدا أن القاعدة نشأت في حضن الحرب الباردة في حرب أفغانستان ضد الاتحاد السوفيتي، ومن هناك تطورت من مركز واحد إلى شبكة، ثم تطورت من شبكة القاعدة إلى شبكة داعش والنصرة إلى آخره. الآن نحن إزاء شبكة طويلة وعريضة. في موقع السودان فيها إيه؟ السودان طبعا كمورد للمجاهدين بين قوسين. أيوة للأسف. وكضحية لهم أيضا. نعم للأسف مشكلة السودان أنه استولت على السلطة بالانقلاب حقيقة حركة إخوانية المرجع. والمشكلة في هذه لا أنا لا أصف بها كل الحركات الإخوانية. الحركة الإخوانية يمكنك أن تستثني النهضة مثلا في تونس غير كده. بفهم الهضيبي دعاء لا قضاء، ولكن دخل فيها فهم وفكر السيد قطب. فهم وفكر سيد قطب يكفر المجتمع مفهوم الحاكمية الشهيرة فضلت الإمام والحاكمية التي تعتقد أننا كدعاء للإسلام أصحاب الحق والآخرون الباطل على باطل والتكفير على هذا الأساس. أنا في رأيي هذه النظرية انطلق منها الحكم في السودان، ولذلك أتى بفكرة التمكين للسلطة، الفكرة التي تجنبها النهضة في تونس. لأن النهضة في تونس قبلت الدولة المدنية وقبلت التعددية، لذلك استطاعت قبلت أن تنزل عن الوزارة عن الحكم يعني تمام، في سبيل حقن دماء التونسيين تمام. ولذلك هم رأوا وهذا صحيح أهم لنا الحرية والوحدة الوطنية ويكون تطبيق الشريعة عن طريق المحافظة على هذه المعاني وليس على حسابها. يعني كانوا أكثر تقدما من مكتب الإرشاد الرئيسي اللي في المقطع. لا ما في شك إحنا حاولنا ننصح الإخوة في المقطع أثناء حكم الرئيس السابق. اتصلتم بهم يا سيدي؟ نعم وإحنا قدمنا، أنا رئيس منتدى الوسطية العالمي وأنا والدكتور مروان الفاعوري الأمين العام لهذا التنظيم ذهبنا وتحدثنا معهم، قلنا لهم نحن متى تحديدا؟ في ديسمبر 2012 بعد إصدار الإعلان الدستوري. أيوة فهمت. فقلنا لهم نحن نعتقد ينبغي إلغاء الإعلان الدستوري، تكوين حكومة عريضة، تعديل بعض الأشياء النصوص في الدستور التي قاطعها آخرون، ونحن نعتقد أن جبهة الإنقاذ سوف تقبل هذا. واتفقنا أيضا مع جبهة الإنقاذ. ده أنتم لعبتوا دور وساطة حقيقي وفاعل. حقيقي. السيد محمد مرسي قال هذه الأفكار تستحق أن تدرس. كان حديثكم مباشرة إلى الرئيس السابق مباشرة معه. نعم. محمد مرسي. نعم. وبعدين ذهبنا نتحدث مع المرشد. قالوا لنا هناك في المقطم الرئيس لا يقبل. ده يعني لا ساعتك استنى بقى. هو الرئيس قال لك نناقش وانا مقابل الأفكار دي. في المقطم قال لك لا الرئيس مش قال. أيوة. وأنا أعتقد دي واحدة من الأسباب التي استفزت الشعب المصري أننا انتخبنا شخص مرؤوس. انتخبنا شخصا يقبل أو لا يقبل من قيادة أخرى. مرؤوس. احنا انتخبنا شخص. طبعا احنا قلنا لهم الأصوات التي ذهبت لاختيار الانتخاب السيد محمد مرسي ليست كلها أخوة مسلمين، لأنه في الدورة الأولى من صوت له 5 مليون، في الدورة الثانية 13 مليون. هؤلاء صوتوا ضد أحمد شفيق. نعم.
ولذلك هؤلاء ليسوا أخوة مسلمين. عشان كده لابد أن تدركوا هذا الكلام. ثم جاءهم السيد عبد الفتاح مورو من اللي هو نائب رئيس النهضة وقال لهم كلاما مماثلا: يجب أن لا نستفز الرأي الآخر بأغلبيتنا، ويجب أن نأخذ هذا في الحسبان. يعني أصحاب الأفكار الرشيدة هذه لماذا فشلوا في تصورك في إقناعهم؟ لماذا تعنتوا أنت في قراءتك الشخصية يا سيد؟ أنا رأيي لأنه مشربون بأفكار القطبية، ولأنهم أعجبوا بالتجربة السودانية، لأن التجربة السودانية قالوا لهم منها إننا بالتمكين حافظنا على السلطة 20 عام. كان نظام البشير هو مثلهم الأعلى. هؤلاء أعطوهم فكرتهم. نحن قلنا لمن ناقشناه منهم: نعم هؤلاء حافظوا على السلطة ربع قرن، ولكن ضيعوا الوطن، ولكن ضيعوا الوطن. دي جملة مدهشة. أيوة. يعني صحيح حافظوا على السلطة، ولكن على حساب ضياع الوطن. ادينا ثم فشلت جهود الوساطة النبيلة هذه، ادينا تفسير سيدي لقدرة النظام السوداني، مع احترامنا العميق يعني في نهاية الأمر هو نظام في دولة عربية إسلامية، يعني في نهاية الأمر التعامل معه واجب، أمر واقع، لكن لماذا نجح هذا النظام رغم كل ما وجه إليه من سهام النقد في امتصاص غضبة أبينا ثورة الربيع السوداني التي استطاع إجهاضها الحقيقة بدون بذل جهد كبير؟ يا أخي أنا في رأيي كل نظام يقرر أن يبقى على السلطة مهما كان الثمن على حساب كل شيء في رأيي ممكن أن يبقى. إيدي أمين استمر كم سنة في أوغندا، بوكاسا استمر كم سنة، إيدي أمين أكل لحوم البشر. أيوة نعم. يعني هؤلاء أنا بضرب بهم المثل بأنه ممكن أن تبقى، ولكن على حساب ماذا؟ على حساب تدمير وطنك. فنحن هكذا نقول لهم: نعم بقيتم في السلطة، ولكن التعريف في الشريعة للشقاء هو طول العمر مع سوء العمل. يا الراجل ده بيقول كلام مدهش. طول العمر مع سوء العمل. فتخلصوا من هذا طول العمر. طيب لماذا، خليني أسأل حضرتك نفس السؤال لكن من الجهة العكسية، لماذا فشل الشعب السوداني في تغيير نظامه؟ في رأيي ما فشل الشعب السوداني، في عوامل. أهم عامل في رأيي لعب دورا كبيرا هو مسألة الحرب الأهلية. والناس كلها أعطت الحرب الأهلية أولوية لإنهاء الحرب الأهلية، والنظام استطاع هو أن يبرم اتفاقية ويحظى عن طريق هذه الاتفاقية بمباركة دولية. ولكن هذا كله في النهاية أدى إلى الانفصال. فالمهم الاتفاقية قالت نحن عايزين نعمل الاتفاق لنحافظ على الوحدة ولنحافظ ولنوحي الحرب. عملوا الاتفاقية، لا حافظوا على الوحدة ولا أنهى الحرب. أنا في رأيي الآن الموقف فيه استقطاب حاد، ولو أدركوا أن طول الفترة الماضية لم تكن فترة بناء عوامل حقيقية للبقاء، وإنما هدم معطيات سأسألك سيدي أن تتحفنا بجملة من جملك الذهبية دي اللي هي ممكن تتكتب في تويتر وتحظى ب20,000 إعادة تغريد، يعني والله أنت قادر على صك جمل بديعة من هذا النوع تختصر كلام كتير. كيف يمكن لشعوب زي الشعب المصري، للشعوب العربية عموما، أن تواجه هجمة الإرهاب الكاسحة الأليمة هذه؟ أنا رأيي ببساطة شديدة الإرهاب ده هو أداة لجهات خارجية، والإمكانات التي يحصل عليها هذا الإرهاب هي إمكانات إما دولة أو مذهب. وعلى هذا الأساس يجب أن ينظر للموضوع بصورة أكثر شمول. أنا مقترح نحن محتاجون بسرعة جدا لتسوية لبعض نقاط التقاطع، التقاطع
الإسلامي العلماني التقاطع السني الشيعي إلى آخره على الصعيد الفكري، ولكن على الصعيد الأمني لا بد من اتفاق أمني بين ثلاثة مقومات في المنطقة: المقوم العربي، والمقوم التركي، والمقوم الإيراني. هذه المقومات إذا لم تتفق على استراتيجية أمنية موحدة سنواصل للأسف أزماتنا، لأن هؤلاء سوف يستخدمون الإرهاب مخالب قط. والله أنت حضرتك عارف لولا أن زملائي يعني يصرخون في أذني منذ عدة دقائق أن الوقت انتهى، الوقت انتهى، أنا أتعلم منكم يا سيدي. الحقيقة الجلوس إلى مفكر بقامتك شرف كبير، وكلما أضأت القاهرة بحضورك تعال شرفنا كمان، كلما اتسع وقتك يسعدنا جدا. شكرا على الكلمات الطيبة الصادق المهدي. الحقيقة يعني مسألة الألقاب دي أنت أكبر منها سيدي، أنت المفكر العربي السياسي، المفكر السياسي العربي البارز. شكرا جزيلا الحقيقة، لكن في حضرة الصادق المهدي زيك تماما. أنا آسف، أنا آسف لخسناك الوقت، لكن في حضرة الصادق المهدي الحقيقة لازم ننصت ونستمتع. شكرا جزيلا دكتور شريف الخريبي، وهو الرئيس التنفيذي للمؤتمر الدولي للتكامل الاقتصادي بين دول حوض النيل، وربنا ينفخ في صورتكم إن شاء الله. بندعو سيادتك تشرفنا وسي بي سي إكسترا تروح تغطي إن شاء الله اليومين بتوع المؤتمر بإذن الله، وإن شاء الله ربنا يوفق صورتكم زي ما قلت لسعادتك إن شاء الله. مشاهدينا الكرام الوقت انتهى، وإلا كنا قعدنا في حضرة الصادق المهدي وقتا أطول، لكن هنعمل إيه بقى، دي صنعة التلفزيون. السلام عليكم.